السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، اطلعت قبل قليل على دراسة منشورة خلال شهر 9 الآن يعني 2024، قامت بها جامعة سيري البريطانية. الحقيقة هذه الدراسة غريبة من نوعها، ونحن منذ يعني أنا أكثر من 20 سنة نشرت دراسة أو بحث على موقعي عن تأثير الذبذبات الصوتية على الدماغ أثناء النوم، وأنه ينبغي أن نستغل صوت القرآن لأن أفضل ترددات صوتية هي صوت القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى، الذي لو نزل على جبل لتصدع وخشع. فمثل هذا الأمر أنا وجدت أن العلماء اليوم يستخدمون خلال هذه الدراسة بعض أنواع الموجات الصوتية لعلاج بعض الأمراض أثناء النوم من دون تكلفة. سبحان الله، مبدأ هذه الدراسة أن الإنسان عندما ينام أيها الأحبة يحدث بعد فترة معينة من نومه ما يسمى بالحركة السريعة للعين، والدماغ أثناء هذه الحركة يطلق ذبذبات كهرومغناطيسية 1006، أنواع يعني من هذه الذبذبات، وهذه الذبذبات تكون أقوى في مرحلة الشباب، يعني هي تضعف مع العمر، بالإضافة أن الحركة السريعة هذه تقل مع تقدم العمر، وبخاصة الإنسان الذي أصبحت ذاكرته ضعيفة جدا يعاني من ضعف الذاكرة. فلاحظوا أن بعض الأمواج الصوتية إذا تم توجيهها نحو الدماغ فإنها تقوي هذه الذبذبات الدماغية 1006 كما قلنا، وهذه الذبذبات يصدرها الدماغ كدليل أنه يعالج بعض المعلومات أثناء النوم، لأن الإنسان عندما ينام الحقيقة يبقى دماغه في حالة عمل، وهذا الأمر يعني من الأمور الغريبة فعلا أن الدماغ لا ينام، يبقى طوال فترة النوم ينظم نفسه، يتخلص من الأفكار السلبية، ينظم الذاكرة، والمعلومات التي أدخلتها خلال النهار يعني فإنه أثناء النوم يقوم بتنظيمها وترتيبها وفق معجزة يسميها العلماء معجزة للطبيعة، ويقولون حتى الآن لا نعلم لماذا الدماغ يفعل هذا، ولكن القرآن سماها آية من آيات الله، ومن آياته ماذا؟ يعني من معجزاته. قال تعالى: من هذه المعجزات منامكم بالليل والنهار، يعني عملية النوم التي تحدث أثناء النوم الليل أو النهار، هذه آية من آيات معجزة من معجزات الله، وابتغاؤكم من فضله. ثم ختم الآية ماذا قال؟ قال: إن في ذلك لآيات، مجموعة من المعجزات، لقوم ماذا؟ يسمعون. لأن هذه الذبذبات الصوتية تدخل عن طريق الأذن وتؤثر بالدماغ، فحاسة السمع تبقى أيضا في حالة عمل أثناء النوم، وهذا أمر ضروري. يعني مثلا الأم التي طفلها بجانبها، رضيعها بجانبها، إذا أصدر أي صوت تستيقظ على الفور لترى، يعني قد يكون مريضا، قد يكون بحاجة لطعام أو شراب، أو قد تكون يعني وضعت يدها عليه بطريقة خاطئة قد تضره، وبالتالي حاسة السمع من الضروري أن تبقى في حالة عمل أثناء النوم. طيب هنا الآية فعلا آية عجيبة، يعني ربطت بين المنام وبين السمع، منامكم بالليل والنهار، ثم قال آيات لقوم يسمعون، فكأن القرآن يريد أن يشير إلى هذا الترابط وهذه العلاقة، ويريد أن يقول لك بشكل مباشر يعني استغل حاسة السمع أثناء النوم. وبالفعل هذا ما يقوم به العلماء اليوم، ولكن هذه الدراسة التي طلعت عليها جامعة سيري
هم يستهدفون الفئة المصابة بالزهايمر أو الخرف، لأن الكثير لديهم يصاب بهذا الأمر وهم حتى الآن يجهلون لماذا. ينسبون ذلك إلى يعني التمارين الرياضية وكذا وكذا، ولكن حتى الآن لا يوجد سبب حقيقي، لأن الدماغ فجأة يعاني من تدهور في المعرفة والذاكرة وتنكس في الخلايا وغير ذلك، لا يعلمون ما الذي يحدث. يعني طبعا يعني أنا أتوقع أن الإنسان الذي يغذي دماغه بالقرآن دائما يعني نادرا ما يصاب بهذا الأمر وهو فقدان الذاكرة، إلا إذا كتب الله عليه ذلك، لأن الله تعالى يقول ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. ما هو أرذل العمر؟ هو ما يسمونه الزهايمر اليوم، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. تجد أحيانا عالم يعني تنبهر من علمه، سبحان الله فجأة يفقد كل شيء ويصبح مثل الطفل الصغير لا يعرف أي شيء، تحدثه يقول لك لا أعرف، قد تعطيه لعبة يلعب بها، سبحان الله. يعني أمر يعني ليقول لك الله عز وجل أيها الإنسان لا تتكبر ولا تظن ولا تنغر ولا تظن نفسك يعني أنك ستبقى هكذا أو أنك بعيد عن يد الله سبحانه وتعالى وعن قدرة الله عليك. لذلك يعني تواضع وانظر إلى يعني الله يضع لنا نماذج من حولنا، يضع لنا مثلا إنسان في كامل قوته وشهرة وكذا، فجأة فقد ذاكرته وأصبح مثل طفل صغير. إنسان عالم كبير فقد أيضا ذاكرته وأصبح مثل طفل صغير. إنسان كان يتمتع بمثلا تفكير ودراسات وعلم أيضا. فكل هذه أخي الحبيب الله يضعها لك كنماذج أو أمثلة أو آيات يضعها أمامك ليحذرك ويقول لك إياك أن تستكبر، انظر إلى من حولك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إياك أن تتكبر على عباد الله، دائما كن مع الله واطلب من الله أن يرحمك، استعذ بالله من شر أرذل العمر أو أن تصاب بهذا الأمر. يعني استعذ بالله، قل يا رب أنا ألتجئ إليك وأستعيذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. فدائما الإنسان إذا تمسك بالله سبحانه وتعالى وحافظ على قراءة القرآن في النهار والاستماع له أثناء الليل أثناء النوم، يعني ثق تماما، وهذا عن تجربة، يعني أن مستوى الذاكرة سيتحسن. واليوم دراسة جامعة سري هذه البريطانية يعني أكبر دليل على ذلك، يعني هم يستخدمون هذه الموجات الصوتية ولكن بطريقة معينة تناسبهم هم. نحن لدينا القرآن العظيم، لا أحد يشك بأن أعظم كلام الآن على وجه الأرض هو كلام الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أكثر ترددات صوتية يمكن أن يتأثر بها جسم الإنسان سواء خلايا الدماغ أو القلب أو الجلد أو كذا هي الترددات القرآنية. والقرآن أشار إلى ذلك كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن ذكر الله هذا كلام الله، علميا نقول ترددات صوتية لها أثر، لها أثر حتى على الجبل، يعني لو نزل على الجبل لأصبح خاشعا متصدعا. لو أن هذا القرآن نزل يعني على مثلا كما قال تعالى في سورة الرعد أو قطعت به الجبال أو قطعت به الأرض أو سيرت به الجبال، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني هذا القرآن فيه طاقة هائلة تستطيع أن تكلم الموتى وتزيل الجبال من أماكنها وتمزق الأرض تحدث زلازل وكذا، ولكن هذا الأمر
هو خاص بالله سبحانه وتعالى، الذي إذا أراد شيئا يقول ماذا؟ له كن فيكون. فهنا أيها الأحبة، الذي يهمني أنا من هذه الدراسة أن لدينا الآن مستند علمي وتجربة قاموا بها وأثبتوا من خلالها أن بعض أنواع الترددات الصوتية إذا طبقت على الدماغ أثناء النوم في لحظات معينة أثناء الحركة السريعة للعين، فإنها تحدث تحسنا في الذاكرة، تحسن الذاكرة، تقوي الذاكرة. فلماذا لا نستثمر نحن مثل هذه الدراسات ولدينا القرآن العظيم وهو شيء مجاني؟ يعني أنت عندما تستمع للقرآن أثناء النوم أو للترددات الصوتية، وبخاصة إذا كان هناك صوت مقرئ تحبه وتأنس به ويعني تطرب له، فأنت أولا مجانا، ثانيا ليس له آثار جانبية. أبعد الموبايل عنك مترين مثلا لكي تتجنب شر الموبايل وليس شر الترددات الصوتية. ليس له آثار جانبية، ليس له تكلفة، وهو يساعدك على النوم، لأن هناك بعض الناس يشكو من القلق، بعض الناس لا يستطيع النوم إلا بمسكنات أو مضادات اكتئاب أو كذا. لذلك صوت القرآن وأنت على وشك النوم إذا تعمقت فيه وتدبرت هذه الآيات فتنام نوما عميقا. وأنا أقول لكم هذا الكلام، أنا جربته خلال عشرات السنين، ودائما له مفعول قوي جدا على الذاكرة. وهناك شيء أنا لاحظته، هذا شيء خاص بي، وأظن أن من يطبق هذا الاستماع كل يوم سيجد نفس الشيء، أنه يقوي لديك الاستيعاب، القدرة على استيعاب الأمور. لأن هناك بعض الأشياء المعقدة أيها الأحبة، يعني ليس كل الناس يستوعبها. يعني هناك أمور في علم الذرة، في أحيانا أمور في بعض المجالات العلمية معقدة نوعا ما. فأنا لاحظت أن قدرتي تزداد على استيعاب مثل هذه الأمور العلمية، وقدرتي على إيصالها للناس تصبح أعلى نتيجة الاستماع للقرآن أثناء النوم. فنصيحتي لكل إنسان، سواء كان كبيرا أو صغيرا أو طفلا أو حتى أم حامل جنينها في بطنها، لأن العلماء أثبتوا أن الجنين في بطن أمه يسمع الترددات الصوتية وتصل إليه ويتأثر بها. ونحن قبل سنوات طويلة تحدثنا عن دراسة علمية حول هذا الموضوع، أن الجنين أول ما يتأثر بصوت أمه ويتأثر بالأصوات الأخرى أيضا. فلذلك بالنسبة لكل الناس أنا أقول، يعني الإنسان بما أنه ينام تقريبا على الأقل ربع عمره يقضيه في النوم، يعني على الأقل ينام 6 ساعات، اليوم 24 ساعة، تقسيم 4 أرباع، يعني كل ربع 6 ساعات. فأنت لو نمت كل يوم 6 ساعات فقط، فربع عمرك تقضيه أين؟ في النوم. فلذلك استثمر هذه الساعات 6، واليوم أصبحت الوسائل ميسرة، يعني كل واحد معه موبايل ويستطيع أن يضع مثلا سورة البقرة. سورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها: ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة. سورة البقرة فيها معاني عظيمة جدا، يعني والله لو وضعتها كل يوم واستمعت لها إلى يوم القيامة لن تمل منها، وسوف ترى وسوف تبقى تكتشف عجائب جديدة ولا تنقضي عجائبه. كذلك كل القرآن طبعا. فلذلك أخي الحبيب، أنت لو كل يوم استمعت إلى عدة سور أثناء النوم وأنت نائم، أنت طبعا لا تشعر بشيء، ولكن دماغك يأخذ هذه الترددات ويدخلها عبر الأذن، كما قلنا حاسة السمع تبقى في حالة عمل، تؤثر على الأمواج التي يبثها الدماغ المختلفة، يعني يحسن الذاكرة، يساعد على النوم الهادئ،
يزيد من معلوماتك وينظم لك موضوع الذاكرة ويزيد القدرة على الاستيعاب. وهذه تجربة شخصية كما قلت لكم، يعني أنا منذ عشرات السنين أطبقها ويعني أعيش نتائجها. لذلك نصيحتي، لا تترك هذه الساعات الستة تذهب هكذا عبثا أو من دون أي فائدة، استثمرها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا وإياكم بهذه المعلومات وهذا القرآن. أخي الحبيب، لن تجد غيره أمامك في القبر، ولن تجد أفضل منه يوم لقاء الله، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وسيدافع عنك ويحميك من الشر في الدنيا، ويكون أنيسا لك لحظة الموت ورفيقا لك في القبر، وسيكون حجة لك يوم لقاء الله، ويبقى معك حتى يدخلك الجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من أصحاب الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.